اسعدتوني بهذا التواصل. زي ما قلت لكم اليوم جوي رياضي، بس مو بنتكلم عن عالم الرياضه وممارسه الرياضه. طبعا الرياضه مهمه لكل عشان الصحه والعافيه، بس اليوم معي نجوم في عالم الكره، نجوم في عالم السيارات. ما اطول عليكم، ترى احنا قبل الفاصل قاعد نتكلم ونسولف معاه. بيكون معي ان شاء الله الكابتن عماد الحوسني العمده، يا مرحبا فيك. يا هلا عبد الله. وايضا معي الكابتن محمد ربيع، اشهر لقطه هذه الحركة هذه ما حد ينساها في كأس الخليج. يا مرحبا فيك يا كابتن، حياك الله، نورتوني. نورك عبد الله، الله يسعدكم ان شاء الله. فاليوم يا عوض ويا حوراء بيكون جو كذا ماتع في من الذكريات والسوالف والاجواء الخريفيه. طبعا حتى كاميرا برنامجنا، وخاصه يمكن اشكر شكر جزيل لزميلنا محمد الفزاري فني فيديو، خذانا لقطات بدون علم اللعيبه، برويكم اياها بعدين ان شاء الله. شو اخباركم؟ خير عبد الله. يا حي الله. الله يحييك. الله يبغى لنا مباراه الحين، ها؟ والله جاهزين، احنا ما عندنا مشكله، جاهزين. شو اخبارك؟ والله تمام عبد الله، الله يسلمك، الله يعافيك. كيف اخبارك؟ الحمد لله تمام والله. والله يخلي لك. وين فهد وامير؟ كانوا جالسين هنا. عموما مسي عليهم بالخير والعافيه. الله يحفظهم يا رب ان شاء الله. انا اعرف ايضا اجواء الخريف بالنسبه لكم اجواء ممتعه، هي زيارة، هي تمشي، هي سياحة، بالإضافة لممارسة الرياضة. صحيح عبد الله، اتفق معك. أول شيء تحياتي لك عبد الله، وأنا سعيد أن أكون متواجد معكم وفي برنامجكم الناس والخريف، وتحياتي لجميع المشاهدين اللي يشوفونا حاليا خلف الشاشات. طبعا إذا بتكلم على المستوى الشخصي، أنا هذا الموسم كنت حريص جدا أن أكون متواجد في صلالة بأمانة، وأعيش أجواء الخريف. نعم. الخريف، لأن دائما كل موسم اروح دائما تركيا، اروح لندن، سافرات خارجية. اسافر خارجيا. ولكن حبيت هذا السنه وهذا الصيف ان اطول هذه المره. الحين صار لي من تاريخ 23/7 ما شاء الله، وراح ان شاء الله اقعد على الاقل اسبوعين جايه. انت والاسره الكريمه؟ انا والاسره، ولكن في الجانب المقابل نفس الشيء، انا عندي هني دعوات. نعم. في مثل ما ذكرنا تحت الهواء في نجوم الخليج كلهم. نعم. متواجدين. تحيه لكل الكباتنة ما شاء الله. اي والله كانوا موجودين، ولعبنا مباراه وتجمعات، وزرنا الاماكن. نعم. الحلوه صراحه الموجوده في صلاله. رحنا، كانوا موجودين في الدهاريز، وكانوا موجودين في المغسيل. نعم. وافتر قوت، ورحنا اماكن كثيره. حلو. صراحه لان الجو العام. صراحه جو جميل ما يتفوت. الله. ابدا. حلو. فهذا الشيء اللي شجعني هذا الموسم ان اكون متواجد في الصيف وفي بلادك. نعم. ونستكشف الاماكن الحلوه. حلو. بامان اللي موجوده. حلو. هنا في 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 صلاله، فعايشين الحمد لله الاجواء حلوه. حلو. وكل يوم انا ومحمد ربيع. نعم. شبه يوم نكون على البحر في الدهاريز. نعم. في تحدي بالطائره بالريل. ونفس الشيء نلعب مباريات وتجمعات. نعم. فالاجواء صراحه اشوفها اجواء جميله، اجواء ما تتفوت. حلو. والدليل الكم الهائل من السياحة. الناس ومن السياح اليوم المتواجدين معنا في صلاله. الله يعطيك الصحه والعافيه وتنور دائما. كابتن شو اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. انا عارف ان عندك سيستم انت بشكل يومي، حتى فترة السهر ما عندك نظام السهر نهائيا. الساعة كيف تنام؟ والله على حسب. في البداية نشكركم على حسن الاستضافة. واجب واجب. مثل ما قال لك الكابتن عماد الحوسني، لا تلومه بعدين عمدة ما داموا بيسافر تركيا وهي السوالف، فما زال شباب الكابتن عماد. عماد بقول لك من عشاق السفر. نعم. أنا مو من عشاق السفر، يعني أنا حياتي الرياضية كلها كنت أقضيها في السنوات الماضية مع المنتخبات. نعم. لما استقريت في السلطنة بأمانة عفت السفر. حياتي كلها يعني في صلالة، يعني عندك من اعتزلت بال 2011 إلين اليوم، يعني عندك البعض من الجماهير، يا كابتن أنت غايب عن الساحة. نعم. أقول لهم ما زلت أنا في أجازة. نعم. يعني شوف من 2011 إلين 23. نعم. ما زلت في أجازة. نعم. فكانت صدفة حلوة بحضور الكابتن عماد الحوسني. نعم. مثل ما قال لك، يعني خلقنا أجواء حلوة في. نعم. شاطئ الدهاريز. نعم. فلأول مرة يعني عماد يعني كان متواجد. هذيك الفترة كانت أجواء مع المنتخبات. نعم. يعني الحين في الوقت الحالي خلاص صرنا أحرار، يعني. نعم. لا حسيب تعيش الحين منطلقين. لا حسيب ولا رقيب. هذا صدناكم ترى احنا في هذا. هو في تحدي كبير بينه وبين العمدة،
ففي هذا التحدي الكابتن عماد خصر كان محسوب عليه ذبيحه يعني. هو شوف عبد الله هذه اللعبه تراها ممتعه كثير بامانه. اذا اشرحوا لي شوي عن اللعبه هذه، المفروض انك ما تلمس الارض اللعبه. شوف انا اللي بيشرح لك اكثر محمد ربيع، لان يوميا يلعب اللعبه هني موجود في صلاله. يلا اشرح لي. شوف هي اللعبه هاي انا خذيتها فقره من نادي السد. يعني الفتره اللي قضيتها في نادي السد يعني شبه يوميا احنا نتمرن نفس هاي اللعبه، فحبيتها انا. ايش فكرتها؟ هي اساسا فكره المسماها فتفولي. يعني فتفولي الكوره بالقدم. عندك في لعيبه برازيليين كبار مثل رونالدينو، عندك روماريو، عندك رونالدو، نفس الشيء الين اليوم ممارسين هذه الكوره الشاطئيه. فهي بامانه هي حلوه، تحتاج لياقه. اللياقة لأبعد الحدود. لياقة لأبعد. في جماهير يعني أنا أتفرج أحسن. والله شوف بالنسبة لك يستحسن أنك تتفرج. في شباب حاجتني قلت لي يعني في شباب مطالعين معنا في هذا من خارج الجماهير يفكرون أن الكورة سهلة، اللعبة سهلة. لا ما هي ما بسهلة، هي محتاجة لها عملية لياقة بدنية ولا كرة مسلية يعني بأمانة. لأنك أنت تلعب على رملة ثقيلة ونفس الشيء الكرة ثقيلة. فنظام اللعبة على حسب ما لعبتها أنا. ففي تدوير. يعني مش 3-3 أو 2-3، لا في فريق برع ينتظر. يعني التدوير. ففي حلقة شبك كمان زي شبكة كرة الطائرة نفس الشيء، لكن الفرق انه بالقدم. الفرق انه بالقدم ولكن تحتاج لياقة. فحلوة المنافسة، اجواء اللعبة حلوة. يعني اليوم مثلا انا ومحمد ربيع في فريق واحد، احنا ما مستحيل ان نحاول، يعني مستحيل ان نرضى بالخسارة. نتحدى الفريق المنافس. ونفس الشيء الفريق المنافس نفس الشيء ما يبي يخسر، يبي يرد الخسارة اللي عليه. صح. ويبي يفوز. فاللعبة حلوة. فاحنا نلعبها لمدة يمكن ساعتين أو ساعتين ونص لين قريب أذان المغرب. ما شاء الله. حبيت أشكر بلدية الظفار بتعاونهم ووقفتهم معنا. يعني إحنا ما خطينا هذه الخطوة. اتجهت أنا البلدية الظفار. فكانوا وقفتهم معنا حلوة، سمحوا لنا على أساس إنه نمارسون هالنوع هذا من الرياضة. عليك نور. فأنت ما حبينا نخالف البلدية. فكانت وقفتهم معنا يعني وقفة حلوة. لو بصراحة أنتم عملتوا حتى الشاطئ صار فيه متعة، صار مزار للناس، خلقنا أجواء. إحنا تأخذ معاكم صور تذكارية. والله يا عبد الله أنا يمكن لما اتفقنا أنا ومحمد ربيع أن نلعب مع بعض في هذا في الدهاريز، أنا نزلت في حسابي صورة في الانستغرام أن بكرة راح يكون في تحدي بيني وبين الكابتن محمد ربيع. صار ردود فعل مش طبيعي. الله. في صلاله. حتى لما جينا والله كان في حضور جماهير. الكل بس يجيب يشوف التحدي اللي بيني وبين محمد ربيع. وعدنا اصدقائنا وزملائنا. بس الذبيحه متى؟ لا احنا ما خسرتنا. انا شفت عماد. عماد جميع المباريات اللي خسرتها على عماد يعني الين اليوم لا شفت الا ذبيحه ولا هي حزن. لحظه عبد الله، انا مره فزت ومره هو فاز. خسر. يعني الحين تعادل. لا في يعني في مداوره بيننا. انا ما شرط العب مع محمد ربيع، ممكن نلعب ممكن مع بعض الاحيان. الكلام تغير يا ولد. ايوه بس عشان اوضح لك الصوره. بس شفت كيف عشان تعرف. لكن بامانه كلعبه لعبه ممتعه. جوها ممتع حتى كمشاهده ممتعه. ليش الجو ممتع؟ لأن الجو خريفي. صح. تلعب تحت الرادار. نعم. ومستمرين للحين فيها. مستمرين. احنا لكم ساعات معينه هي بعد العصر. بعد العصر يعني هي غايتها ساعتين. يعني الاجواء يعني تجبرك انك تطلع من البيت. ممتاز. يعني هذا حلمه في اللعبه. بعد اذنكم ايضا احب اذكر بالنسبه للمشاهدين الكرام، احنا دائما بشكل يومي عندنا مسابقتنا الخاصه ببرنامج الناس والخريف. ما عليكم الارسال كلمه خريف للمشاركه في هذه المسابقه، ترسلونها على الرقم الاتي اللي هو 9-0-4-5-8 وبشكل يومي عندنا سحب على 100 ريال ما عدا الجمعة. أما بالنسبة ليوم السبت اللي هو اليوم عندنا سحب على 400 ريال مقسمة على رقمين لكل رقم 200 ريال. أيضا عندنا السحب على السيارة في قريب كم يوم إن شاء الله بيكون السحب الأول على السيارة الأولى بتاريخ 11-8 والسحب الثاني بيكون بتاريخ 31-8 والفعل الفوز للجميع. ونشوف مع بعض من اللي بيفوز معنا في حلقة اليوم. نشوف الرقم اللي فازوا معنا بالمئتين ريال الأولى ثم المئتين ريال الثانية بحضور الكباتن الكابتن محمد ربيع والكابتن عماد الحوسني. أنا أشوف إذا صارت في ذبيحة اعزموني.
انا بجي اكل بس. الله يحييك عبد الله. حاضرين حاضرين عندي بن عامر. ما تقصرون. اذا صاحب الحظ السعيد اللي فاز معنا ب 200 ريال صاحب الرقم 960-33266 960-33266 الف مبروك عليك 200 ريال. هذا ال 200 راحت، نشوف الرقم الثاني حتى نكمل ل 400. صاحب الحظ السعيد نقول له الف الف مبروك. صاحب الرقم 99-829-000 99-829-000 الف 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 مبروك لكل الفائزين. زي ما قلت لكم يوميا عندنا 100 ريال ما عدا يوم السبت يوم الجمعه، ويوم السبت عندنا السحب على 400 ريال مقسم على رقمين لكل رقم 200 ريال، والسحب الاول على السياره بيكون تاريخ 11/8 والسحب الثاني بتاريخ 31/8. ارسل كلمه خريف على الرقم 90458. هذا بالنسبه لمسابقتنا. واليوم ايضا في ضيف عزيز قال انا بجيب لكم حلوى، بس ايضا هو لا كذلك جانب بما يخص الرياضه ولكن مو كره القدم، بيكون في رياضه المحركات. وين شهاب؟ حياك الله. يا مرحبا يا كابتن. يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا فيك. هو حلوى الحبسي محجوده ها؟ حبيبي تسلم. تسلم يا شهاب، شكرا شكرا لك، شو اخبارك؟ حياك الله، تفضل. كيف صحتك؟ يا مرحبا. أنا وشهاب. استريح. شكرا يا شهاب. حلوى الحبسي هذه واحدة من الأشياء الجميلة اللي صارت على مستوى الخريف في يعني ما شاء الله سهل أتين، صار مزار سياحي طبعا. بالإضافة لمنتجات الحلوى وأيضا منتجات الأخرى. شكرا يا شهاب على الحلوى. بس شهاب اليوم جاينا مو عشان الحلوى، حلوى الحبسي اللي لهم التقدير والتحية، جاينا نتكلم عن رياضتك. عارفين الحبيب؟ هي طبعا نجم معروف ما شاء الله تبارك. عرفني شوي عن الرياضه اللي انت متميز فيها. والله انا متسابق سيارات الفورمولا، بديت وانا عمري صغير، صار لي في هذا المجال 10 سنوات ما شاء الله. بديت عمري تقريبا 8 سنوات ونص تقريبا. وفي البدايه كان الموضوع كتسليه فقط كهوايه، بعدين يوم شفت ان عندي الامكانيه اني انا اقدر اوصل واحقق إنجازات عالمية، نعم. خذت الموضوع بجدية وقمت أدخل سباقات عالمية معترف بها، قمت أحقق نتائج. أول شيء طبعا محلي وبعدين شرق الأوسط، بعد ما حققت يعني البطولات عمان الإمارات شرق الأوسط، قلت ليش أنا ما أطلع برا إذا عندي الإمكانية والثقة. آخر بطولة كانت لك متى كان؟ كانت والله قبل سنتين ونص، كانت في النمسا، كنت أسابق سيارات الفورمولا 3. المركز ايش واصل؟ جبت مركز السادس بعد انقطاع. اقرب بطوله بالنسبه لك من ناحيه تحقيق نتيجه كان؟ انا إيه؟ شخصيا افضل بطوله كانت عام 2017، جبت المركز الرابع على العالم من 165 سابق و45 دوله مشاركه. ما شاء الله. هذه الصور هذه وين كانت؟ ألماني عربي. هذا كان في اسبانيا. في اسبانيا عام 2019 حققت المركز الاول في بطوله اوروبا. وتعتبر في 2019 اخر بطوله شاركت فيها؟ لا، اخر بطوله شاركت فيها 2020، نهايه 2020 بعد انقطاع للاسف جائحه كورونا. بعدين عاد قمت رجعت على مجال السيارات فتره وبعدين انقطعت. يلا لحظه تفضل كلمني على الميكروفون هذا احسن. زين اشرح لي شوي على اللي اتكلم. طبعا هنا كانت في بطولة أوروبا، كان في إسبانيا. الحمد لله حققت مركز الأول، هذا كان في عام 2019. نعم. هو هذا السباق اللي أهدني أن أنتقل من الفورمولا 4 إلى أنتقل إلى فورمولا 3. بعد ما طبعا كل متسابق يكون عنده ليسن ليسن دولي. نعم. فأنت كل مرة تنتقل من الفورمولا 4 إلى 3 يحتاج لك تجمع نقاط على الليسن. حلو. فأنا بعد ما حققت هذا المركز الأول انتقلت من فورمولا 4 الى مركز فورمولا 3. ممتاز ممتاز، الله يعطيك الصحه والعافيه شهاب. بصراحه انت انا بالنسبه لي انتم كلكم ما شاء الله تبارك الله يعني حققتوا توقيع جدا مميز في عالم الرياضه، ان كان في كره القدم او في، بس انت قلت لي انك وقفت سنتين الحين متوقف. سنتين اقدر اعرف ايش السبب؟
والله أول شيء تقدر تقول بسبب انتقلت مرحلة الطفولة إلى خلاص إني أشوف حياتي الثانية. هو أول شيء بديت الحمد لله رب العالمين تو أدرس جامعة. وثاني شيء في نفس الوقت عندك شوية نقص في الإمكانيات، ما نفس الإمكانيات القبلية. هل رياضتكم مكلفة ولا؟ أكيد رياضة محركات معروفة مكلفة، سواء كانت صغيرة وكبيرة مكلفة ومعروفة. زين كابتن عماد وكابتن محمد، أنتوا في مجال الرياضة، إيش النصيحة اللي ممكن تقولون حق محمد الحين؟ أنتوا مريتوا في مرحلة معينة سنية والحين ما شاء الله متمكنين. والله شوف أنا تابعت شهاب من يوم كان صغير، شفت أنه وراء أعتقد والده. نعم قدمنا تحية والده الكريم الله يحييه. اللي عرفته ترى والده كان عنده حب لرياضة كمال الأجسام، صحيح؟ صحيح. فأنا بحكم متابعتي يعني البسيطة فوالده هو داعم لشهاب، فهذا شيء طبيعي بالعكس، شيء إيجابي وشيء صحي. مثل هذه المواهب اللي يمتلكها الشاب أو غير الشاب أكيد أنها تحتاج وقفة، تحتاج دعم، وهذا شيء طبيعي. اليوم الرياضة سواء كرة القدم أو غير كرة القدم بدون الدعم مستحيل الشخص يوصل. في مواهب، في كفاءات، لكن هذه الكفاءات نفس الشيء تحتاج مجهود منه هو شخص شخصيا، ونفس الشيء الدعم لازم يكون موجود. فهذه المواهب لازم احنا نستغلها في عمان بشكل عام في شتى وجميع المجالات. يعني اليوم الشاب حاب هذه اللعبة، ولكن شاب شاف إنه مر في مرحلة نوعا ما مرحلة صعبة. يعني لعبته هو في موضوع الراليات، سباق السيارات، تحتاج تكلفة نوعا ما. هو شاف وضعه. بس كابتن عمادي احنا ما عندنا حلبة، احنا حلبة على اساس انه الكابتن شهاب يتدرب عليها، هو فعلا يحتاج له دعم. بس اساسا احنا عندنا في السلطنة ما عندنا هاي المصابة. انت كنت في البدايه في كيترينج؟ في البدايه كان بدايتي في الكارتينج، هذه اول اساسيات كمتسابق محترف. يدخل الكارتينج وبعدين انتقل عاد الفورمولا. زين لو بس انا بتخيل معك مثلا مفهوم الدعم بالاضافه للارضيه المفروض اللي تلقى فيها التمارين، لازم يكون عندك مدرب شخصي، صح؟ والله هو مدرب شخصي متمكن. يقال انا بس الحين قاعد اتخيل اعيش الدور، انا محتاج مدرب شخصي، مهندس، ملابس، الرياضيه، السباق، لان كلها يكون ضد النار يعني. ايوه بعد عندك الخوذه، الاطارات، اوكي، سيرفيس السياره، قيمه السياره، التامين، الاكل، النقل، السفر، مبالغ انك تدخل السباق. نعم. والنتيجه بعدين في النهايه بيكون في تتويج باذن الله. اكيد ان شاء الله، ان شاء الله يا رب يكون هذه نافذه. نقدر نقول اذا في شركات، في مؤسسات حكوميه، لان بالفعل انتم بتكونوا سفراء لهذا الشيء، سفراء لهذا الوطن، ان في نماذج رياضيه موجوده عندنا في السلطنه. يعني شوف ما شاء الله شهاب من صغر سنه وهو عاشق له هذا النوع من الرياضه، وخلال فتره بسيطه قدر يحقق انجازات باجتهاد ذاتي ودعم نقدر نقول على قد طيب، ولكن احنا ندور الاطيب، هذا اللي احنا نتمناه. ارجع معك نعيش شوي الخريف، نعيش الخريف. زين اعرفك تلعب كره قدم. انا انا ما تقارني بعد. لا بس كنت تلعب. شوف انا ايش بقول لك، هم يلعبون عماد ومحمد دائما على شاطئ الدهريز كل يوم العصر، انا وانت نسوي فريق. خلاص ولا شوف انا بكون متفرج انت والوالد كيف على ذبيحه. احنا جاهزين، ما عندنا مشكله وعلى ذبيحه. الله 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 الله، احنا ما نلعب الا بالذبيحه. ارجوك من غير ذبيحه ما يصير، لازم بذبيحه. يعني خلينا ايضا جانب الرياضه، انت شجع ريال مدريد اللي عرفت. والله شوف انا اشوف فهد وامير يشجعون ريال مدريد، بس قالوا لي انت تشجع كل النادي، اي فريق لا لا لا. شوف بامانه يعني في الفتره الحاليه انا ما بشجع ولا اي نادي. يعني الفترة السنوات اللي إجابة تشجع. والله شوف السنوات اللي كان فيها يلعب فيها زيدان وبيكام كانت في كورة. أما في الوقت الحالي الكل يقول لك ريال مدريد وبرشلونة لشخصين، كريستيانو وميسي. وين بقية اللعيب؟ ما صاروا. بس بس شوف هو من الطبيعي إنه يعني يكون في ميول لرونالدو او ميسي. في الاخير رونالدو يلعب في ريال مدريد، اكبر نادي في العالم. ميسي وين يلعب؟
في اكبر نادي في العالم. نعم. برشلونه وريال مدريد كلاسيكو ديربي. اي صحيح. من الابرز في ريال مدريد اللي ما اكل الجو اللي هو رونالدو. صحيح. متميز الهداف. فالكل يحب رونالدو. صحيح. من الابرز زي ما احنا نحبكم والله حبيبي ربي يساعدك. فمن الابرز في برشلونه ميسي. نعم. فهمت. صحيح. ففي لاعب يفرق عن المجموعه. هذا شيء طبيعي، لكن في الاخير كره القدم مش رونالدو وميسي. نعم. احنا نستمتع لما نشوف لعيبه كبار. صح. لكن نستمتع لما نشوف الكرة الحلوة، اللعبة الحلوة، اللعبة الحلوة. إينا. المنظومة. إينا. ريال مدريد. إينا. برشلونة. ناديين كبار. إينا. على مستوى العالم. إيه. فشيء طبيعي مستوى الرياضة. مين تشجع؟ أنت ريالي ولا برشلونة؟ أيوة هنا هذا عطاني. عطاني برشلوني. 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 أنا صراحة مدريدي نيونس. مدريدي الله. شو أنا تعرف على فكرة ممكن أصدقائي المقربين مني يعرفوني أنا ما لي دعوة بالكورة. يمكن أنا أول مرة أصرح أنا ما لي شغل بالكورة. بس إذا في أحد مثلا قال يشجع برشلونه انا على طول اقلب ريال مدريد والعكس صحيح عشان بس بعطيك تصريح ناري الله عليك روح انا احب التصريح ده شوف ها انا العب كوره ايوه لكن اطالع كوره والله ما اطالع كوره والله صحيح نهائيا ولا اي مباراه والله العظيم اذا ريال مدريد وبرشلونه يلعب اقول لك انا عادي اشوف لك فيلم اكشن اوه اوه هذا بصراحة هذا اختصار يعني محمد حياته دائما مبتعد عن كل شيء الله حتى احنا ربعه ايه ندوره ما نحصله الله عشان تعرف بس زين تعرف انت احنا لما كنا ننسق عشان موضوع الحلقة فقال لي ترى انا انام من وقت وحتى يعني بالنسبة للمواعيد فقلت هو هنا محتاج جدول هذه نضبط الموضوع يعني زين شهاب زين عندنا الكابتن عماد وعندنا الكابتن محمد ربيع على مستوى الرياضة ايش الرياضة المفضلة لك غير كرة القدم يعني والله عندي غير السيارات بعد يعني غير السيارات والله كنت امارس واجد رياضات عندك اول شيء ركوب الخيل عندك تزلق على الجليد الهوكي نعم كرة القدم بعد طبعا رياضة كرة القدم شعبية كل الناس تحبها اكيد احب يعني كرة القدم زين في بعد اللي عرفته منكم طبعا تحية لكل القامات الرياضية على مستوى الخليج والوطن العربي بحكم وجودهم هنا داخل السلطنة وبالتحديد في محافظة ظفار في هذا التجمع الرياضي حواراتكم انتم الرياضيين يعني يعني احنا مثلا بحكم مهنتنا نتكلم في الجوانب الاعلامي والله تغطيه والله شفت البرنامج الفلاني شفتوا العمل الفلاني انتم حواراتكم ايش اللي يدور ما بينكم لما تجلسون مع بعض شوف في الوقت الحالي انا بعيد عن الرياضه ايه؟ يعني احنا صرنا الحين انا شخصيا صرت متابع الكابتن عماد صار محلل بي ان فمثل ما انت قلت انه صار الحين عماد سفير للسلطنه نعم انه بيمثل السلطنه خير مثال خير مثال يعني نعتز فيه الله يسعدك سواء عماد ولا سواء الكباتن الثانيين اللي حتى لو كانوا محليين في لعيبه عندنا ما نجحت في الجانب الاحترافي فنجحت في الجانب الاعلامي فشوف عندك الكابتن عماد ما شاء الله يعني من افضل لافضل فنتمنى له كل خير يعطيك العافيه الله يسعدك هاجسك دائما مع سوالفكم انتوا ايش هل بنصبه في الجانب الرياضي ولا ايضا عندكم شغلات شوف احنا خاصه في الوقت الحالي في الصيف فتره الصيف يعني سوالفنا عامه يعني في الجانب الرياضي وفي في جوانب ثانيه سياحيه نتكلم عن امور ثانيه مختلفه يعني لكن حاليا في الوقت الحالي احنا يعني اكثر شيء متابعين قاعدين نتابع الصفقات اللي تستقطبها ما بين اللعيبه ايوه يعني مثلا الدوري السعودي الحين حاليا الدوري السعودي قاعد يستقطب نجوم عالميين في قطر نفس الشيء استقطبوا نجوم يعني نشوف في المنطقه ايش اللي قاعد يصير ايش اللي قاعد يصير لا انت عارف انت على نص ثمانية او على نهايه ثمانية راح يكون خلاص تبدا التنقلات لا تبدا الدوريات تبدا 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 ها شو دليل اني ميح رياضه ها ايوه فمن الطبيعي مثل انا الحين هناك يعني كرياضي من الطبيعي انه راح يكون يعني تركيز اكثر من صب على التعاقدات ومن هذا القبيل كذا عشان نعرف بعدين كيف تحللها ايوه كيف احنا ايش اللي صار بالضبط يعني الله يعطيكم الصحة والعافية نورتونا بوجودكم معانا شهاب كابتن محمد ربيع كابتن عماد الحسن كابتن شهاب بعد استحق وبجدارة بإذن الله محمد ربيع يقول فوق احنا ما كلينا حلوة جبنا لك حلوة والله هاي لا الحلو هذا حلو الحبس يعني لا بس بشيلها معي صحة 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 تحية لكم نورتونا كباتن يعطيكم العافية أنا سعيد كثير بوجودكم معانا أتمنى لكم إن شاء الله مزيد من التألق وجدولكم من الحين بتروحون على طول تلعبون على طول ها ذبيحه قايمه ارجوك 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 شكرا لكم يعطيكم العافيه سامحونا على القصور يا جماعه بارك الله فيك يا مرحبا
إذا ضيوفي كانوا في حوار اليوم مع الكابتن عماد الحوسني والكابتن محمد ربيع والكابتن شهاب الحبسي. الحين الكلمة لكم، عوض وحوراء ويعطيكم العافية، وإذا تبون نروح نشارك إحنا كفريق برنامج الناس والخريف يلا خلوني أنا بكون أشجعكم ما يهمكم يعني. يعني استمتعنا بهذا الحديث الجميل، وسلامي وتحياتنا أيضا للكابتن عماد الحسني، الكابتن محمد ربيع، وللبطل شهاب الحبسي. السلام عليكم. أكيد بنشارك عبد الله، وأنت الكابتن تكون الكابتن في كل الألعاب اللي بنشارك فيها. أنا أشجع. شكرا لك عبد الله السباح، وشكرا أيضا على هذا الحديث الجميل مع الكباتن. إذن مشاهدينا الأحبة نستمر معكم في محطاتنا ومتابعات